بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في تمارين أوتوكاد ثنائية وثلاثية الأبعاد. الليلة عندنا رسمة برضو معقدة شوية، وكالعادة بنطبق فيها مجموعة من النظريات بالنسبة للشغل حق الـ 3D. طيب، أول حاجة نبدأ برسم خط. من هنا نختار لاين، نعمل خط، نكتب طوله 190 وحدة، انتر. طيب، من الخط ده اجي اعمل قوس اللي هو start end radius. اجي اقول له الستارت حقي هنا والاند حقي هنا، والراديوس بتاعه دايره 95، ثم انتر. طيب، اجي ارجع للاين مرة تانية، اجي هنا من منتصف الخط ده اضغط وانزل لتحت 188 وحدة، انتر. طيب، من هنا اجي اعمل خط برضو، امشي بيه مسافة 32 وحدة، انتر، واواصل نفس الخط 83 وحدة، انتر، اطلع لفوق اعمل 32 وحدة، انتر. بعد كده امشي على اليسار اعمل 65 وحدة، انتر، واطلع لفوق 49 وحدة، انتر، امشي على اليسار 18 وحدة، انتر، واجي اقفل الخط بتاعي هنا وانتر. طيب، انا بعد ما عملت الشكل ده اجي اضغط عليه ده، اجي اظلل ده وعمل جوين جي انتر. طيب كده بقى عندي الشكل واحد. طيب كده عملنا رسم ثنائي بسيط جدا. طيب، اجي اعمل دائرة هنا نصف قطرها 32، اقول له ار انتر 3 2 انتر. طيب كده ده عبارة عن رسم بسيط ثنائي، ولسه انا عايز احوله لرسم ثلاثي. اجي هنا قائمة سيرفيس اضغط، واجي هنا اختار سويب، اجي اضغط على الدائرة دي وانتر، واجي اضغط على الشكل ده وانتر. طيب، لحد كده الناس ما عارفة لسه عملنا شنو. طيب، اجي اضغط انتر مرة تانية عشان انهي الامر. اجي اعمل لي ده ريفولف، اجي اقول له امشي هوم هنا، اجي هنا واقول له ريفولف، اجي اضغط على ده وانتر، وبيقول لي حدد المحور بتاعك، بيقول لي المحور بتاعي هنا، انتر. طيب كده انا عملت شكل بسيط، ولسه لانه ما عملته 3D الناس ما عارفين بالضبط انا قاعد اعمل شنو. لو ضغطت على شيفت من لوحة المفاتيح وضغطت على الويل بتاع الفار ولفيت كده، واضح انه عملنا حاجة 3D. طيب، انا عندي ده عبارة عن سيرفيس، اجي اضغط على توب هنا. طيب، اجي ده اوك، ده لاحظنا ده فارغ، اجي اعمل له ثيكنس، اجي اضغط، اجي هوم، اجي هنا اضغط على ثيكنس، اضغط، واجي اضغط على الشكل ده، بيقول لي هنا سيلكت سيرفيس تو ثيكنس، ضغطت بضغط انتر، بيقول لي دخل الثيكنس بتاعك، بقول له 18، انتر. طيب كده عملت له ثيكنس. لو جيت لاحظت ضغطت هنا شيفت ويجي بلقى فيه ثيكنس، او اجي هنا اقول له الشكل ده خليه لي شديد، واجي اعمل كده، واضح انه عملته شكل معين.
لكن لو لاحظنا جوه هنا لسه على الامور جايطه. هنا بالنسبه للدائره التحت دي داير اعمل منها تريم او اخلي الشكل ده يكون مستمر ما يكون ده مقاطعه. طيب اجي اعمل برضو سيرفيس بالنسبه لللاين ده، اجي اضغط هنا واجي اقول له هنا في سيرفيس، اجي اقول له سويب، اجي اضغط على الارك ده واقول له انتر. طيب كده انا عملت سيرفيس، لكن بالنسبه لكم ما واضح. عشان نقدر نعرف السيرفيس اللي عملته جديد ده بضغط على الشكل ده واضغط رايت كليك واجي هنا اقول له ايزوليت، اجي اقول له هايد اوبجكتس، شايفين كده؟ طيب ده السيرفيس الجديد اللي انا عملته هنا، شايفين؟ طيب كل الغرض انا من السيرفيس اللي عملته ده عشان المنطقة دي هنا، عشان المنطقة دي. طيب اجي هوم، اجي هنا من الأداة اللي اسمها سلايس دي، اضغط بيقول لي سلكت اوبجكت تو سلايس، اجي اقول له الاوبجكت ده واضغط انتر. من الكوماند بار بيختار سيرفيس، بيقول لي هنا سلكت ا سيرفيس، باجي بقول له السيرفيس ده وبضغط على انتر. كده خلاص انا عملت فتحه او عملت سلايس. كده انا اجي ارفع السيرفيس ده اقول له موف مثلا، اجي اقول له موف هنا. لو جيت لاحظت للشكل ده هنا باجي بلقى هنا عندي في فتحه، بقول له ديليت، بمسح. كده بيكون انا عملت الفتحة بتاعتي هنا. كذلك اجي ده اقول له ديليت. طيب اجي ارجع الشكل بتاعي من هنا، اضغط اقول له ان ايزوليت اوبجكتس، اضغط هنا، اجي اقول له هنا اند اوبجكت ايزوليشن. كده بيكون الشكل بتاعي رجع، شايفين؟ ولو جينا عاينا جوا بنلقى ما في اي تقاطع بالنسبة للمنطقة دي. طيب بعد ما عملت الشكل ده خليني اقوم ارجع للتوب فيو واجي. طيب بجي بظلل ده هنا، بعمل منه كوبي واسحبه هنا. طيب بجي برسم لاين من هنا. طيب اول حاجة برسم لاين بارتفاع 32، 32 انتر، بمشي على اليسار، برسم لاين بطول 38 انتر، وبواصل برضو لاين بطول 43 انتر، بنزل تحت بعمل لاين بطول 32 وبمشي على اليمين، بعمل لاين بطول 43 انتر، وبجي برفع بقفل عند النقطة دي. طيب بجي بظلل ده وبعمل منه جوين، بجي الشكل ده اعمل منه ريفولف، اجي هوم، اجي هنا اقول له ريفولف، بقول لي سلكت اوبجكت، بقول الاوبجكت بتاعي هذا انتر، بقول لي سلكت الاكسس بتاعك، بقول له الاكسس بتاعي من هنا لهنا ثم انتر. طيب بعد ما انا عملت الشكل بتاعي ده بقوم بعمل شنو؟ بعمل منه نسخة كوبي سي او، بمسك من اي نقطة عندي فوق هنا وبسحب بالطول 190 انتر. كده عملت نسخة انتر. طيب اجي اظلل الشكل اللي عملته ده واعمل منه موف، او اعمل له موف هنا، اشيل من النقطة دي واجي اخدته هنا واقول له انتر. طيب كده مبدئيا عملت الشكل ده.
طيب الشيء الثاني، خليني برضو اعمل ليه ده، اعمل كوبي بالنسبة ليه ده، سي او اسحبه من هنا واخدته برا. طيب اجي اعمل خط من هنا واللو لاين من النقطة دي على اليسار 38، انتر. اجي اقول اعمل لي خط برضو 26، انتر، وانزل لتحت 14، انتر، وامشي على اليمين 8 وحدات، انتر، وارفع اقفل اقفل هنا. طيب بعد كده اجي اعمل تريم تي ار دبل انتر بالنسبة للخط ده. طيب اجي اظلل ده واعمل منه جوين جي انتر. قبل ما اعمل له ريفولف خليني اسحبه على اليمين 3 وحدات، اقول له موف، اجي اقول له كده 3 وحدات، انتر. طيب بعد كده اجي اعمل له ريفولف، اجي اعمل له ريفولف من هنا، ده المحور بتاعي. طيب اجي اقول له اعمل لي ريفولف هنا، ده بيقول لي سيلكت اوبجكت، بقول له الاوبجكت بتاعي ده، انتر، بيقول لي اختار الاكسس بتاعك، بقول له هنا هنا، انتر. طيب ده برضو اجي اعمل منه نسخة، اضغط عليه واقول له كوبي، اضغط على اي محل فوق واقول له اعمل منه نسخة هنا على بعد 190، انتر انتر عشان انهي الامر. طيب اجي اشيل ده، اجي اشيل ده واقول له موف، انتر، اشيله من النقطة دي، اجيبه اخدته هنا عند النقطة دي. طيب اسكيب كده، انا عملت الشكل ده. طيب اجي اغير هنا، خليه شادد، طيب كده يكون ده الشكل بتاعنا، وامل انه الشرح يكون واضح بالنسبة للشكل ده وبالنسبة للنظريات اتطبقناها من خلال رسمنا للشكل ده، وبكده نكون وصلنا لنهاية التمرين. طيب ما تنسوا تضغطوا لايك، والما مشترك يعمل اشتراك، وما تنسونا من صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.